اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى اعزائي المشاهدين. خلوني ارحب بضيفي وضيف حضراتكم في هذه الفقره، النجم الكبير كابتن احمد بلال. ازيك يا بلال؟ الله يخليك. ازيك يا حبيبي؟ الحمد لله والله. عامل ايه؟ كله تمام الحمد لله. الحمد لله. خليني ابدا معاك يا بلال مباشره، ومباراه امس، مباراه الاهلي وانجا افريكانز. هحاولك رايي قبل برضو ما اسمع رايك لانه مهم جدا. انا بشوف ان هناك تركيز على السلبيات اكتر بكتير من الايجابيات، على الرغم من ان هناك ايجابيات وعلى الرغم ان هناك سلبيات. السلبيات مثلا تتمثل ان انت لما تروح للجون اربع او خمس مرات وتضيع الاربع او خمس اهداف يبقى عندك مشكله. لكن ان انت تروح للجون اربع او خمس مرات في مباراه زي دي امام فريق جيد اقل منك طبعا، ولكن جيد، اعتقد ان ده برضو شيء ايجابي. بص، الفكره كلها ان الناس دايما بتقارن الاهلي باللي قبل كده. بالاهلي؟ طبعا الاهلي قبل كده، مش حاجه ثانيه. الاهلي قبل كده اللي هو السنه دي بيقارنوه بالسنه اللي فاتت. اوكي. مفيش فرقه في العالم هتاخد كل البطولات كل سنه في العالم. صحيح. يعني دي لو حصلت خلاص مفيش كوره، مش هيبقى في منافسه. مفيش منافسه. مش هيبقى في كوره، مش هيبقى في متعه بتاعه الكوره اللي احنا نعرفها. فما ينفعش الاهلي السنه دي ياخد بطوله افريقيا والدوري والكاس والسوبر والسوبر الافريقي والسوبر المصري، ويجي السنه اللي بعديها ياخد نفس البطولات، ويجي السنه اللي بعديها ياخد نفس البطولات. طبيعي جدا في العالم كله، مفيش فرقه بتعمل كده في العالم كله. تشتغل تاخد افريقيا ممكن تخسر دوري، تاخد دوري ممكن تخسر كاس. دي طبيعة كرة القدم في العالم. فالناس النهاردة بتفكر في ايه؟ طبعا واحنا كلنا عايزين، لكن هل هو ده المنطق؟ مش هو ده المنطق. لكن انت عايز، انت عايز، انت بتبقى زعلان، بتبقى زعلان، بتبقى عايز الاهلي يخش افريقيا يكسب كل الماتشات. تمام؟ طب لو خسر ماتش يبقى الاهلي وحش. تمام؟ الاهلي وحش والدنيا وحشة. يعني الاهلي يخش يلعب بطولة الدوري العام، عايزه يكسب ال 34 مباراة ويتعادل بس، او 32 ويتعادل ماتشين ويبقى كده الاهلي زي الفل. طب لو اتغلب ماتش، طب لو تعثر مرتين ثلاثة، لا يبقى الاهلي مش احسن حاجه. الارقام بتقول انك انت في الدوري العام تعادلت ماتشين صح، لكن انت قدامك ماتش مؤجل، لو كسبته تبقى الاول. صحيح. صح. ده معناه ان انت ماشي بشكل كويس. هل في تعثرات؟ طبيعي يحصل تعثرات، طبيعي جدا ان يحصل تعثرات. الفرقه زيها هي يعني حجم كبير. لما تيجي تقيس الحجم المصغر منه اللعيب، هل في لعيب بيفضل طول السنه ماشي كويس؟ لا طبعا. لا طبعا. وكذلك التيم بالكامل، مفيش تيم في الكامل بيفضل ماشي طول السنوات كويس. انت وصلت اخر خمس سنين تقريبا، اخر اربع سنين، ثلاثه افريقيا نهائي، اربعه افريقيا، كسبت منهم ثلاثه. صح؟ صحيح. طب ده انجاز واعجاز، وده تيم في وقت من الاوقات هتحتاج ان انت تعدل وتغير فيه، وده امر طبيعي. خد بالك يعني الناس بتسال، طب اصل مجدي قفشه، طب مش عارف الميدفيلد، طب مين هيلعب ناحيه، طب فين راس الحربه، طب فين السنتر باك. طب ما طبيعي جدا يحصل وانت ماشي احلال وتجديد، طبيعي جدا. مفيش فرقه تاخد اربع ثلاثه كل حاجه، ثلاث بطولات ورا بعض. تمام؟ وتوصل يعني منهم اربعه نهائي تاخد ثلاثه. بتكلم عن الفرقه دي، الفرقه دي الاصعب والاقوى بالنسبه لك. وبعدين انت عايز ياخد الخامس والسادس والسابع ورا بعض. طب الجيل ده وضع طبيعي، هيبقى في ناس كبرت وضع طبيعي، هيبقى في ناس خرجت وضع طبيعي، هيبقى في ناس مش موجوده معاك وضع أقل مستوى اقل، فده الوضع الطبيعي. فالنهارده الناس بس، واحنا كمان بيبقى امنياتنا ان الاهلي دايما يبقى كويس طول الوقت. لكن خلينا اتكلم عن المباراه بتاعت امبارح. الاهلي امبارح عنده اجابات كتيره جدا. انت رحت للجون امبارح ثلاث اربع مرات باهداف حقيقيه. تمام؟ لكن السلبيه اللي انا شايفها من وجهه نظري الشخصيه ان الاهلي ما يجيش في جون في الدقيقه 90. دي السلبيه اللي انا شايفها من وجهه نظري. صح. الشخصيه. تمام؟ صح. انك انت رحت، فانك انت تروح وتضيع، دي حاجه انا بعتبر انك انت تروح اصلا بره ملعبك ويجي لك ثلاث اربع فرص، فدي حاجه ايجابيه. الايجابيه الاكثر انك تسجل هدف. لكن السلبيه من وجهه نظري ان النادي الاهلي لما يسجل هدف ويوصل للدقايق الاخيره، السلبيه ان ما يجيش فيها جون، ان يجي فيها جون اسف معلش، والمباراه تنتهي بنتيجه 1-1. دي السلبيه من وجهه نظري في ماتش امبارح. ابتديت الماتش مش افضل حاجه، لكن مع الوقت يعني مديها 35 الشوط الاول، انت ابتديت الريتم يعلى، ابتديت الاداء يتحسن، ابتديت تروح على الجول، ابتديت انت تسيطر على المباراه بشكل كويس، ابتديت تقفل بشكل كويس، رحت بثلاث اربع فرص محققين، سجلت هدف، وقبليها كان ممكن تسجل هدفين تانيين. تمام؟ فبالتالي انت تسيادت المباراه بشكل كبير جدا، وكنت الافضل طول الفتره، طول ال 55 دقيقه دي تحديدا يعني. وطبيعي جدا ان انت بتلاعب فرقه افريقيه على ملعبها انه ياخد منك الجيم في الاول، ده تواضع طبيعي، بيلعب وسط جمهوره ومغلوب الماتش اللي قبليه بره، وبتلعب في اجواء مش الاجواء بتاعتك، فطبيعي جدا عشان تخش الماتش هتاخد وقت. صحيح. وبتحصل مع كل فرق العالم انك انت يعني في حاجه اللي هي اول ثلث ساعه اول 25 دقيقه الفرقه اللي قدامك بتلعب بالحماس
اكتر منه من المهارات واللعب والتاكتكس وكل حاجه، فبيبقى متغلب عليك غصب عنك بالحماس بتاعه والقوه وقوه العزيمه والاراده والجمهور وكل حاجه. صحيح. وخليني انا وانا وحضرتك بتتكلم كده اقول لك على انه عندما تنظر لفريق النادي الاهلي امبارح، وعلى رايك هم في 55 60 دقيقه الاخيره او يعني اللي هي من بعد الدقيقه 30، تجد ان انت بتلاعب فريق قوي. يعني النادي الاهلي فريق قوي طبعا، فريق بطل افريقيا طبعا. اصل انا من كتر اللي بشوفه وبسمعه، ما اعرفش انت برضه انت ترتيبك كام في المجموعه؟ الاول صح؟ من مباراه جوه ملعبك؟ ما هو انا فاهم، ومباراه بره ملعبك. صحيح. انا بديك بس الترتيب. لكن انا قصدي اقول لك انه انا ما اعرفش لماذا هذه الاتجاهات. من حقك ان انت تنتقد بالمناسبه، من حقك تنتقد تقول ايه لا المفروض طاهر ما كانش يحطها كده، كان يحطها كده. كريم يحطها كده ما يحطهاش كده، انت حر قول اللي انت عايزه. ده راي فني. لكن انا لماذا دائما النظر الى السلبيات؟ ما هي دي المشكله بالنسبه لي. انا مش المشكله بالنسبه لي ان انت تنتقد، بالمناسبه تنتقد فني انت حر. مثلا اهو كولر النهارده او في مباراه امبارح غير بين الشوطين. صحيح. ومع ذلك قال لك هو اتاخر في بعض التغيرات. طب امتى ايه التغييرات اللي اتاخر فيها؟ لانه ولا هي مجرد ان انا عايز اقول ان هي الراجل اتغير، الراجل انا اسف اتاخر في التغييرات. لا ما هو خد بالك انا هقول لك على حاجه. امبارح الراجل انا شايف من وجهه نظري ادار الماتش بشكل كويس. هايل. يعني وجهه نظري في الشوط ما بين الشوطين عمل تغيير شويه، وعمل تغيير ثاني، وعمل تغيير ثالث، عمل تغييره ثالثه يعني. فالنهارده الجيم هو فيه من بدري، يعني هو في الجيم كولر في الجيم من بدري. صحيح. تمام؟ ممكن كن ننتقد التغيير الماتش اللي قبليه اللي هو في الدقيقه 80 وبتغير ومتاخر واللعيبه مش ماشي اوكي تمام. لكن الماتش تحديدا ماتش امبارح لا، هو الراجل في الجيم من بدري، يعني قاري من بدري، ابتدى يغير من بدري. صحيح. تمام؟ ما صبرش لحد اللي هو انا هستنى يا جماعه لحد الدقيقه 70 وابتدي اغير، لا ده اتغير من الشوطين وغير في الدقيقه 68، تاخد بالك وغير بعد كده تاني، فعمل التغييرات في توقيتات مختلفه، واعتقد من وجهه نظري التوقيتات جيده. ليه انت بتقول التغييرات جيده؟ لان انت تساءلت المباراه بعديها على طول. صحيح. يعني انا النهارده امتى اقول التغييرات سلبيه؟ لما اغير التغييره والجيم يهرب مني ما يعملش حاجه. تمام؟ او تبقى تغييره سلبيه ما استفدتش بيها. انما لما اغير التغيير واستفيد منها ويبقى انا خلاص انا ركبت الجيم بروعه الكوره وبروح على الجول وبروح وبصنع فرص وبصنع اهداف وبسجل هدف، يبقى انا النهارده كمدير فني عملت اللي عليا بشكل كويس. تمام؟ ادارت المباراه بشكل جيد. يبقى النقطه الثانيه الاخيره اللي هي مثلا الاهلي تعادل. طب لو الاهلي ما كانش جه في الجول في الدقيقه 91 او 92 كنت دي تعظيم سلام للفرقه وللمدير الفني ولكل حاجه. تمام؟ لكن عشان كده انا بقول لك السلبيه الوحيده امبارح من وجهه نظري في المباراه انك انت ما ينفعش بقوه بالظبط بقوتك انت كنادي الاهلي يجي في الجون في الدقيقه 92. لا ده انا المفترض ان انا النادي الاهلي خلاص سجلت هدف انا اللي باجي في الدقيقه 92. تمام؟ لان انا دايما عندي الرغبه في الاهداف. خلي بالك ما هو انت حتى وانت متعادل 1-1 انت الكره لما تردت كانت ممكن تيجي جون لطاهر. ممكن. يعني صح وقبلها ما انت مضيع 3-4 فرص غير قبلها. يعني انت قبلها مضيع 3-4 فرص ورايح للجول وعامل هجمات خطر، والشوط الثاني تقريبا هم بيحاولوا يباصوا وانت بتقطع وبتلعب كره سريعه وبتتنقل بشكل سريع جدا. صح. يعني امبارح التحولات بتاعتك كانت رائعه جدا. التحولات بتاعتك من حته دفاعيه لما بتقطع بتبتدي تلعب كره سريعه فبتوصل بشكل اسرع. صح. تمام؟ بدايتك جيده. يعني بدايتك جيده، تغييراتك زي ما حضرتك بتقول. حل. تغييراتك جيده. احرزت هدف. صحيح. السلبيه الوحيده من وجهه نظر كابتن بلال ان هو دخل فيك هدف في الدقيقه 92. طيب برضو نفس السؤال، لماذا دائما الهجوم موجه ضد النادي الاهلي؟ وما تقوليش اصله مش عارف ايه. لا انا عايز اعرف سبب بجد. هل هو انتقاد لمجرد الانتقاد ولا ما هو السبب؟ لا انا مش لاقي. أنا يعني الراجل عمل 1 2 3 4 سواء الراجل او اللعيبه عملوا اللي عليهم. طيب لماذا يحدث كل هذه الامور؟ بص لكن اقدر اقول زي ما انت قلت اهو، ما انت قلت على شاشه قناه الاهلي اهو. طبعا احنا على شاشه قناه الاهلي ما حدش بيقول لنا، ما حدش بيمنحنا من الانتقاد الفني. طبعا قلت ان هناك سلبيه في ان انت يجي في الجول في الوقت ده. صحيح. ما تطلع تقول هذا الكلام. صح. مش انت يعني هو. طبعا اتكلم في الماتش بشكل عام يعني، فاهم قصدي؟ انت قصدك تتكلم في الماتش. ما احنا بنقطع في الاستوديو التحليلي بنقول كل حاجه. صحيح. يا جماعه التغيير ده اتاخر شويه، طب المفترض مش عارف فلان كان، طب ليه فلان ما بداش، طب المفترض الشوط الثاني كان يحصل بعد. وجهات نظر. بنتكلم وجهات نظر فنيه، لكن خد بالك هو الاهلي السنه اللي فاتت افريقي، دوري العام، كاس مصر، كاس السوبر، السوبر الافريقي، تاخد 5 بطولات السنه اللي فاتت. صحيح. طب انت هتروح فين السنه دي؟ فطبيعي جدا يبقى في يعني مقاومه مثلا؟ لا تهميد شويه. انت هتاخد كل البطولات كل سنه؟
انا عايز اخده. انت عايز تاخد ممكن فنيا، لكن انت من وجهه نظر عايز اخده. لا من وجهه نظر الاخرين انت عايز تاخد كل البطولات، تاخد افريقيا السنه اللي فاتت وافريقيا اللي قبل قبلها تاخدها واللي قبل قبلها تاخدها، واخد ثلاث افريقيا ورا بعض وصلت لل 11 وعايز تاخد ال 12 كمان، وعايز تاخد الدوري العام السنه، وخدت الدوري العام السنه اللي فاتت وكاس مصر هتاخدهم السنه دي كمان. لا طبعا. طب ازاي يعني من وجهه نظر الاخرين هل كنجاح هم عايزينك تحققه تاني؟ اكيد اعتقد لا طبعا. يعني مفيش حد عايز هيسمح لك او هيفرش لك الارض وردي يقول لك اتفضل انجح وخد البطوله التاني. استحاله. الفكره كلها اليقين بتاعنا والايمان بتاعنا الشخصي. تمام، انا كلعيبه وكمدير فني وكجمهور و مش المفترض ان انا الاهلي وحش، الاهلي وحش فبقى ماشي ورا نغمه الاهلي وحش. لما الاهلي وحش يا جماعه اوكي، انا الاهلي ممكن يكون وحش، نقيم الامور تمام، بس الاهلي الاول في الدوري العام ورقم واحد. الاهلي الاول مش الاول، ما اقصدش يعني لو كسب ان شاء الله يكسب المباراه اللي جايه يبقى الاهلي الدوري الاول في الدوري العام. طب الاهلي الاول في على المجموعه بتاعته في افريقيا ومع ذلك الاهلي وحش. تمام، فانت النهارده انت في نغمه بتتقال، وخد بالك تحس ان في ناس ماشيه يعني في لا بتتقال بص فيدور لك يقول لك ايه، ما الاهلي مش هيجيب اجوان، اصل الاهلي تصدق يقول لك الاهلي السنه مش هياخد حاجه. هو ده فاهم قصدي؟ هو ده انا لكن انا لسه كنت بقول لك ايه، تصدق لو الاهلي مش هيجيب اجوان ماشي تمشي، يعني انت بتضيع اجوان كتير فممكن ماشي تمشي، لكن الاهلي مش هياخد حاجه. طب انا هسالك سؤال، اتفضل. هقول لك على حاجه، السنه اللي فاتت في الدوري العام اكتر فرقه جاب اجوان مين؟ الاهلي. انت عندك فرويد؟ كان عندك فراوده؟ هم اللي موجودين هم يعني يعني طبعا استثناء مودست. ماشي ما اقصدش يعني انت عندك انت بتدور على فرويد سلام السنه اللي فاتت وعملت واحنا عايزين فرويد صريح كمان خد بالك لكن انت هجوميا افضل فرقه من في هدفت السنه اللي فاتت. وكيف تفسر؟ صح تفسر السنه اللي فاتت انت اقل فرقه دخل فيها جوان، يقول لك عايزين دافعين ومع ذلك يقول لك الاهلي. ايوه بس دايما احنا بنقول في النقطه دي برضو يا بلال ان احنا انه النادي الاهلي دايما محتاج ايه التطوير اللي هو الافضل. بلال انت عايز توصل لل 100%. الله ينور عليك. فبلال دلوقتي اسلام خلاص عمل اللي عليه، فبلال يخش مكان اسلام وبعدين اسلام، فاهم؟ اهي التدوير طبيعي الطبيعي. وان احنا دايما متعودين ان مثلا الباك رايت في النادي الاهلي لازم يبقى فيه ثلاثه باك رايت. صحيح. الباك ليفت في النادي الاهلي ثلاثه في كل مكان. صحيح. على الاقل بتجد واحد واثنين وثلاثه. لان انت عندك ست بطولات بتشتغل بتلعب فيهم كل سنه. انت النهارده افريقيا، السنه الجايه تلعب افريقيا كمان تمام، فانت عندك سوري السنه الجايه تلعب كاس العالم كمان للانديه، فانت عندك بص بطوله الدوري العام. صحيح. بطوله كاس مصر، الرابطه تمام. عندك السوبر المصري، عندك الافريقي، عندك السوبر الافريقي، عندك كاس العالم للانديه لو لما لو وصلت يعني هتوصل ان شاء الله السنه الجايه هتكون موجود. فعندك سبع بطولات بتشتغل فيهم، سبع بطولات في سيزون قد ايه؟ سيزون مضغوط كده يعني. سيزون بالنسبه لك مضغوط جدا، ولكن ما قيل قبل هذه المباراه وقد يكون هناك البعض اللي يعني عنده حق في هذا الامر. مثلا يقول لك ايه، اصل انا قلقان من مستوى النادي الاهلي انه يلعب بهذا الشكل امام في كاس العالم. هو في الاخر التارجت بتاعك غير تارجت بقيه الانديه. خلينا نروح لبقيه الانديه. لا ما هو انا بقول لك اهو، استنى بقى. طب انا بقى هقول لك، انا هشرح لك الموضوع. خلينا نروح لبقيه الانديه. الوداد عمل السنه دي اتغلب ماتشين، الترجي عمل ايه؟ لسه مغلوب. صن داونز عمل ايه؟ اتغلب مازيمبي 1-0، وده اللي انا قلته في البدايه. تمام، انت بتتكلم بقى في 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 في, في قمم الكره الافريقيه في الوقت الحالي. صحيح. تمام، اللي على راسهم النادي الاهلي، طب اتفرج عليهم في البطولات الافريقيه. النجم الساحلي عمل ايه؟ اتغلب برضه، مغلوب ماتشين. ماتشين، والوداد اتغلب الماتشين. الوداد مغلوب ماتشين، والترجي اتغلب، والصن داونز اتغلب، كلهم اتغلب. فانت النهارده بتتكلم ايه؟ خلاص ما انت الناس دي عشان لعبت معاك بطولات كتير السنه اللي فاتت، ما استحمل مش قادر يكمل. فبص بقى انت فاهم، فالنهارده فاتفرج النهارده بقى على ده، قارن بقى، قارن بين يعني شوف مشوار الفرق دي في البطوله الافريقيه ومشوارك انت في البطوله الافريقيه. الماتش الاولاني الشوط الاول ما كانش افضل حاجه، خد بالك كناحيه تهديفيه. ماتش الاول في افريقيا هنا اللي كنت بنلعبه هنا مدياما، انت الشوط الاول مدعس ست فرص حقيقيه، الشوط الثاني سجلت ثلاث اهداف. ما انا حتى كنت بقول في الاستوديو، بقول يا جماعه احنا الفرق ما بين الشوط الاول والشوط الثاني، انت هنا سجلت انا ما سجلتش بس فاهم. فانت النهارده عامل جيم كويس الماتش الاولاني، الماتش الثاني عامل جيم كويس ومسجل هدف، ولو كنت حافظت عليه كنت خدت الست نقاط والمباراه والدنيا بالنسبه لك كانت ارتاحت. ومع ذلك انت برضو الاول تعادلت بره ملعبك، الفرقه كلها يعني، لكن لا يوجد انهيار.
انهيار يعني إيه؟ ايوه لانه انهيار ده لما يكون انا مغلوب ماتشين زي مثلا زي الوداد مثلا ولا زي ولا اتغلبت زي سان داونز بره وقاعد بقى بحط حاطط ايدي على خدي. بس احنا مجربين ده، حتى لو ده حصل مع النادي الاهلي ما بيبقاش كده، لانه في النهايه ما انت اتغلبت السنه اللي فاتت، ما هو ما حدش اتغلب 5-2 مثلا، لكن النادي الاهلي اتغلب 5-2 السنه اللي فاتت من خد البطوله من سان داونز وخد البطوله في الاخر. وجهه نظري ان هو ده الفرق، يعني هو ده اللي يوديك، لان النادي الاهلي هو الكبير، هو القوي، هو ان انت لما تقع ازاي تقف. وهو وهي دي مش بس النادي الاهلي، سمت الفرقه اللي بتلعب على بطولات كده. صحيح. هي دي الصفات الاساسيه للفرقه اللي بتلعب على بطوله. لما تبص مدريد بره السنه اللي قبل اللي فاتت لما خد البطوله مغلوب بره، وكل الناس قالت مدريد مش هياخد البطوله والسيتي هيقطعه وبتاع، وفي الاخر مين اللي خد البطوله؟ ريال مدريد اللي خد البطوله السنه اللي قبل فاتت. ريال مدريد اللي قبل فاتت ريال مدريد خد البطوله. سمت الفرقه الكبيره، خلاص انا عندي جولز، عندي اهداف، عندي تارجت عايز اوصل له. اتغلبت 5، اتغلبت 2، اتغلبت 4، لما تيجي الفرصه ان انا يعني اشتغل عشان اخد البطوله هاخد البطوله. هي دي الانديه الكبيره. ولكن التعثرات خد بالك، التعثرات للفرقه الصغيره بتوقعه، صح. التعثرات للفرقه الكبيره بتقويه، بتقويه كمان، خد بالك. فاهم قصدي؟ النهارده لما اتغلب 5 لا خلاص انا مش هسمح ان يعدي جيم تاني من غير مش متغلب بقى تاني، لا متغلب خالص، مش هتغلب تاني، فاهم؟ فالنهارده التعثر بيزيدك قوه الانديه الكبيره، لان الانديه الكبيره عندها جمهور يعني اسف يعني الجمهور بيزوم عليك وعايزك دايما افضل حاجه وما ينفعش. طبعا حق الجمهور طبعا عليك في كل مكان، طبعا الجمهور حقه وكل حاجه، ده طبيعي. هو اللي بيضعك في سابع سما يعني، فبالتالي هو ده حقه دايما. وخد بالك لولا الجمهور انت اي فرقه تتغلب 5 الماتش اللي بعديه يلا سلام عليكم انا رميت الفوز خلاص. ما هو ده اللي حصل. اي فرقه في اي فرقه استحاله فرقه تقوم من الوقعه دي، استحاله. وفي افريقيا تحديدا خلي بالك طبعا الامور صعبه جدا. انت السنه اللي فاتت انت صن داونز والترجي والوداد وكل الفرق، كل الفرق قويه، فاهم؟ ولكن انت عشان عندك جمهور قوي جدا في ظهرك، تمام، انت كمان بتعمل له حساب كبير جدا. أيه. تمام، يعني وبتخاف ان الجمهور يغضب ومش عايز يغضب، وانت كمان كنادي اهلي عندك اسس وعندك مبادئ وعندك قيم وعندك روح البطولات، تمام، ودي بنشوفها في اللعيبه القديمه وبتكتسبها اللعيبه الجديده، وعندك مجلس الاداره كابتن خطيب يعني لعيب كان لعيب كبير جدا سوبر ستار، فعندك ناس بتنقل لك الحوافز دي كلها. فبالتالي انت لعيبه النادي الاهلي مع احترامي الكولر، قبل الكولر ما احنا خدنا بطولات افريقيا وبعد كولر هناخد بطولات افريقيا تاني، فانت عندك الحوافز اوريدي موجوده، النادي اللي بيبنيها رقم واحد. وخلي بالك زي ما بناخد زي ما هنخسر. اكيد تواضع طبيعي. طب انت خسرت، ما انت خسرت البطوله اللي قبل اللي فاتت. بس خسرت في الفاينل وعادي وسقفنا وقلنا يا جماعه البطوله اللي جايه ان شاء الله. ووضع طبيعي، خد بالك دي نظريه صحيه يا جماعه، انك انت تكسب بطوله وتخسر واحده، تكسب اثنين وتخسر واحده، عادي يعني، دي نظريه صحيه. مفيش نادي في العالم كله بياخد كل البطولات، ولا ما فيش هيبقى في منافسه، مش هيبقى في تنافس. ولكن خلي بال حضراتكم، احنا هنا ما بنقولش حاجه، ولكن احنا بنقول انه الجمهور بيحاول يزعل في اي وقت، ودايما عايز يزعل يزعل يعمل اللي هو عايزه، ولكن هو هنا بلال بيتكلم على الطبيعي بعيدا عن الجماهير. يعني الجماهير دي ليها فكر دايما بيبقى خاص، وليها ومن حقهم يعملوا اللي هم عايزينه، لان هم اللي بيضعوا كل اللعيبه، مش يعني اي اسم في الاسماء اللي انت قلتها. ما احنا مين اللي بيحطهم في سبع سبع؟ خد بالك الجمهور. طب ما احنا اتفقنا ان الجمهور من حقه دايما، او الجمهور دايما عايزك في اعلى شيء. صحيح. في كل الماتشات ودي رسميه، لو بيحضر تمرين عايز التمرين على اكمل وجه، تمام. ولكن طبيعه كره القدم فيها اختلاف، فيها منافسه، فيها منافسه، وطبيعه كره القدم مش تكسب طول الوقت. وطبيعه كره القدم في اجيال مختلفه، يعني اجيال مختلفه. يعني ايه اجيال مختلفه؟ في عندي جيل هياخد 4-5-6 بطولات وبعدين هينتهي، وهتيجي تعمل بناء جديد للفرقه من اول وجديد. وده وضع طبيعي جدا في كره القدم. يعني مش مفيش واحد لعيب هيديك يعني وهو عنده 22 سنه زي ما عنده 35 سنه، استحاله. فطبيعي هتعمل احلال وتجديد للفرقه. فلما تيجي تعمل احلال وتجديد للفرقه اكيد المستوى هيقل شويه، واكيد ممكن في بطوله تضيع منك او بطولتين ثلاثه يضيعوا منك لحد ما تبني فرقه من اول وجديد. وهي دي كره القدم وترتيبات كره القدم. فلازم الناس كمان يبقى بس عندها وجهه النظر دي، ان هو ايه؟ لا يا جماعه، 4 بطولات افريقيا مع دوري عام بيكسب، فيجي في بطوله ممكن الامور ما تمشيش افضل حاجه لحد ما يبتدي ما يعمل يبني فريق من اول وجديد. بس الناس كلها دايما عارف اصل الاهلي مشكلته ناقص مهاجم. ماشي، حلو، اكيد هنجيب مهاجم يعني. وضع لا هات الارقام. انا دايما بستغرب في مثل هذه الامور. انا في الاخر هقول لك ايه؟ هقول لك زي ما انت قلت كده بالظبط، لان الارقام دايما لا تكذب ولا تتجمع. يعني ما تقدرش تكذب، ما اقدرش اكذب عليك واقول لك ايه اصله كذا. لا لا، خد بالك لما تيجي تسال مدير فني يقول لك طب ما تبص على الـ على الـ على الـ بص على الارقام السنه اللي فاتت المهاجمين بتوعك. هو مش هيتكلم على المهاجم الصريح، هيبص يقول لك بص على ناحيه التهديفيه السنه اللي فاتت، يقول لك احنا اعلى نسبه تهديفيه في الدوري العام.
طب انت عايز هنا الجمهور يرد عليك يقول لك ايه؟ يقول لك هو انت بتدي عذر ان هم ما يجيبوش، يعني ان لا طبعا ان الاداره ما تجيبش مهاجم. ايوه لكن خلص. انت بتقول الحقيقه. لكن انا برد على الناس اقول كده، هم يا جماعه انا بقول الحقيقه اللي هي ايه؟ ان مش اسلام اللي بيقول الحقيقه، الارقام اللي طالعه بتقول هذا الكلام. انا في بدايه الكلام قلت لك ايه؟ بص على ارقام النادي الاهلي كناحيه هدفها السنه اللي فاتت، هل هو مش اعلى فرقه جابت اهداف؟ وانت ما عندكش هداف الدوري، مش من الفرقه عندك. صحيح. مع ذلك انت بتعتمد في الخطه بتاعتك على الاثنين الوينجرز واللي جاي من تحت وراس الحربه اللي بيتحرك التحركات العرضيه والخطيه بتاعتك. تجيب ثلاثه او اربعه كتير. انت السنه اللي انت اكتر، انت عامل كولر عامل يعني اعتقد نسبه كبيره جدا في نسبه 3-0 تقريبا. 3-0 3-0 او 3-1 يعني ثلاثات كتيره جدا كتير. السنه اللي فاتت، فبالتالي انت محقق يعني نسبه تهديفيه عاليه جدا السنه اللي فاتت. جدا جدا ارقام كبيره. ولكن ان جمهور الاهلي اتعود ايه؟ 9 رقم 9. فين الفرويد رقم 9؟ فين هداف الدوري العام اللي دايما لعيب النادي الاهلي بينافس عليه؟ لكن تيجي تكلم المدير الفني الاجنبي يقول لك يا باشا انت بص على الارقام بتاعتي، انا بسجل كام هدف في كل مباراه. صحيح. انت فاهم؟ صحيح. يعني هتيجي مش هيكلمك على صناعه الفرص، هو هيكلمك على تسجيل الاهداف. تمام. لما تيجي تقول له صناعه فرص يقول لك لا ما انت مضيع كتير، لكن لما يجي يقول لك ايه انا بسجل كام هدف، هتشوف الارقام بتاعه النادي الاهلي ارقام عاليه جدا في النسب التهديفيه. صحيح. مش موجوده يعني القريب منك بعيد بحوالي 12 13 15 هدف. صحيح. اللي هو بيراميدز السنه اللي فاتت يعني. فبالتالي هو الراجل يقول لك انا قناعاتي ان انا بشتغل كتيم في الناحيه الهجوميه، كتيم في الناحيه الهجوميه، ما تكلمنيش على لعيب بعينه. هو المدربين كده، لكن احنا كجمهور لا يا باشا انا عايز رقم 9 يجيب الاجوان. هو ده اللي هيجيب الاجوان. هنكمل كلامنا الممتع من الناحيه الفنيه الحقيقه، ومن ناحيه كل النواحي، لانه مهم جدا 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 نعرف ان هناك ايجابيات وهناك سلبيات، ولكن لماذا دائما الكلام عن السلبيات؟ يعني يا جماعه في ايجابيات برضو نقدر نتكلم عنها ونقدر نقولها، وبالعكس نقدر نبني عليها لما هو قادم وهو الاهم بالنسبه لنا كنادي اهلي. خلينا نطلع فاصل، وبعد هذا الفاصل نرجع نشوف تقرير برضو عن اخر استعدادات النادي الاهلي، او بعد العوده من الراحه واخر استعدادات النادي الاهلي للمباراه القادمه. اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى اعزائي المشاهدين. بلال، المباراه القادمه وهي مباراه مهمه جدا للفريقين بالمناسبه، لانه فريق كسبان ماتش وخسران ماتش، فريق شباب بلوزداد، ولكن النادي الاهلي كسبان ماتش ومتعادل ماتش، والمباراه القادمه على الارض. المباراه هنا في ملعبنا. بص يعني انا اثق ان شاء الله في النادي الاهلي انه يكسب باذن الله. يعني المباراه هنا في ملعبنا، ودايما بقول يا كابتن اسلام انك انت افريقيا تحديدا في الجروب ستيج ما ينفعش تخسر نقطه على ملعبك. اوكي. واعتقد ان فرقه، وانا متاكد مش اعتقد بس انا متاكد ان طبعا كولر باللعيبه بالجهاز بكل الناس، عايز يصعد على الاقل ياخد التسعه، عايز تكسب تاخد الثلاثه التسعه اللي عندك، وماتش بره تتعادل بقى فيه زي ما عملت كده، تكسب ماتش بره وخلاص. المهمه بالنسبه لك اصبحت هتبقى منتهيه. انت مشكلتك بره طبعا في الملعب ودرجه الحراره والرطوبه والارضيه. يعني الملعب امبارح الارضيه تقيله جدا جدا جدا. بص ما هو برده ما هو في حاجات ينفع نقولها، في حاجات احنا بقى لنا 100 سنه الاهلي من 1907 بيلعب في افريقيا. او يعني من وقت ما عمل، هتفضل طول عمرك بتعاني برده نفس المشاكل، وهتفضل ايوه هتعاني. ولكن يعني خلاص بقى، عشان ما حدش يقول لك انت بتعود. لا مش متعود، انا بلعب هنا في الشتاء، بروح هناك بلعب في الحر. انا رايح تنزانيا عشان انا عارف ان الجو هناك حر، عارف ان هناك رطوبه، عارف ان هناك الملعب هيبقى تقيل، خصوصا ان انا لعبت منه عنده قريب. كل ده انا عارفه. فهنا الناس تقول لك طب ما تقعدش بقى تقول لي افريقيا، خلاص انتوا فهمتوا وعرفتوا. بتاخد منك، بتاخد مختلفة. بتاخد منك، ولكن في نفس الوقت ما هو انت كل سنه ايوه خد بالك، ما انا بلعب على طبيعه ارضيه مختلفه. هو صح، انت شتا. انا اسف يعني، هو انا بلعب صن داونز كل سنه؟ لا تقريبا كل سنه. ما اقصدش يعني يعني قصدي في الجروب يعني. عموما يعني السنه دي بيلعب معاك ميدياما، وبيلعب معاك شباب بلوزداد، ما لعبتش معاهم السنه اللي فاتت، بقى يانج افريكان. ثلاث فرق مختلفه بثلاث ملاعب مختلفه بثلاث مناخات مختلفه. صح. ثلاثه مناخ مختلفين يعني. فالنهارده لا، الامر خد بالك مختلف في افريقيا تماما. انت بتلعب في اجواء غير الاجواء اللي هناك، بتلعب في طبيعه ملعب غير الملعب اللي هناك، بتلعب في الجو حر، جو مطر مش موجود يعني الاجواء مختلفه، لكن برده مش اكسكيوز بالنسبه لك. أيوة. يعني مش هنقول يا جماعه احنا بنلعب فهنتغلب، لا. لكن بنقول ايه، انت عندك ست بتلعب حوالي ست ماتشات مظبوط، تكسب الثلاثه اللي على ملعبك، وتكسب مباراه بره، تتعادل مباراتين بره، تتغلب ماتش وتكسب ماتش. المهم بالظبط، المهم انك انت التسع نقاط اللي على ملعبك ما تخسرش فيهم ولا نقطه. انت ايه مشكلتك السنه اللي فاتت؟ انك تعادلت صن داونز، هي دي المشكله بتاعتك اللي حصل، اللي خلتك في ازمه
مع مباراه الهلال وسان داونز ومين هيكسب وهيتعادل ولا لا. لكن انت لو كسبت التسع نقاط اللي هنا وخد بالك وماتش سان داونز اللي كان ممكن تكسبه، يعني انت تعادلت 2-2 كنت كسبان 2-1 وكان ممكن تسجل هدف ثالث ورابع كمان، لان انت كنت تضغط بشكل كبير جدا جدا جدا، لكنك تعادلت المباراه ودي اللي وصلتك لحته ان انت يعني بقى عندك مشكله. لكن المباراه اللي جايه شباب بلوزداد انا مش شايف ان هو الفريق العملاق، يعني اتغلب المباراه اللي فاتت مع في ميديامة. مع ميدياما تمام 2-1 بيعرف يسجل بره ملعبه بيعرف يسجل ملعبه، لكن هو هل هو اقوى من النادي الاهلي؟ لا طبعا، بكل المقاييس الاهلي افضل بكتير جدا، بكل المقاييس الاهلي فنيا اعلى بكتير جدا، بكل المقاييس الاهلي عنده امكانيات وقدرات اعلى بكتير جدا، بكل المقاييس الاهلي خبرته في افريقيا في المباريات الثقيله اقوى بكتير جدا. انا ممكن على فكره اقلق من مباراه ضعيفه فريق الاهلي بتلعبها، مباراه ضعيفه، لكن مباراه القويه الكبيره انت اوريدي بتعلى بمستواك ليها، فاهم قصدي؟ الفرق الكبيره كده، يعني انا ممكن تيجي تلعب سيمبا التنزاني هنا في القاهره الماتش مع وسيمبا وفرقه، وممكن تروح وتيجي ويبقى حاطط في حساباتك ان انت هتكسب في اي وقت، فالمباراه ممكن تتصعب عليك شويه، لكن تلعب فرقه تقيله هنا الترجي مثلا او الرجاء او الوداد هنا في مصر هيبقى في قتال، التركيز بيكون 200% طبعا من قبل المباراه ما بتبتدي، وانت هيبقى في قتال في الملعب، وده اللي خد بالك اللي تعودنا عليه من النادي الاهلي. انت دلوقتي حاطط ان شباب بلوزداد هو الفريق المنافس بالنسبه لك، المباراه الجايه هتكون مباراه قتاليه لان انت بتلعب بقى الاول وتاني فاهم، وبتلعب تقريبا مع الفرقه اللي ممكن يبقى فيها مشكله بره ملعبك، تبقى ند ليك يعني هناك في المباراه اللي هتبقى هناك. فانت عايز تكسب من هنا عشان تحسم يعني الصعود او الترتيب بمعنى اصح، يعني الصعود ان شاء الله محسوم للنادي الاهلي، لكن انت عايز تحسم الترتيب، فبالتالي عايز تكسب هنا بنتيجه جيده عشان لما تروح هناك تعادلت اتغلبت لا قدر الله 1-0 او يبقى انت ايه انت ليدنج عليهم. ميدياما هناك وهنا اعتقد الامر هيبقى سهل، يانج افريكان ان شاء الله المباراه اللي هنا الامر هيبقى سهل، فانت عندك شباب بلوزداد. الفكره كلها ان المباراه على ملعبك، فدي يعني اعتقد وضع جيد بالنسبه للنادي الاهلي. واعتقد ان المدير الفني بعد المباراه اللي فاتت هو شايف ان ده شيء ايجابي، وخد بالك هو في كره القدم وفي الحسابات انك تتعادل بره ملعبك ده شيء ايجابي. احنا الفكره كلها الناس ليه بتبقى متضايقه وزعلانه؟ لانك كنت كسبان وكان ممكن تخرج كسبان المباراه اللي فاتت هناك، فبالتالي الناس تبقى عندها احنا الاهلي كان كسبان وتعادل في الدقيقه 90 المباراه خرجت 0-0 الناس هتقول لك اوكي مفيش مشكله، المباراه الاهلي ادى اداء جيد والمباراه كانت كويسه وبالتالي خلاص انت خرجت بنقطه التعادل، لكن الفكره كلها ان انت سجلت هدف فالناس ما كانتش منتظره ان يبقى في رد فعل ليانج فرحت بالظبط كده، فده اللي زعل الناس انك انت تعادلت المباراه. لكن مباراه شباب بلوزداد اعتقد الاهلي هيعمل هيأدي مباراه من وجهه نظري هتبقى مراقبه تاليه جيده بالمناسبه، واحنا بنتكلم المباراه هتلعب في برج العرب ان شاء الله يعني ان شاء الله يوم الجمعه الساعه 9 مساء، وانت بتفتقد استاد القاهره برضه يعني. جدا بس هو ما يعني دلوقتي مش ذنبك يعني دلوقتي اللي هو مقفول لغايه بقى اول حاجه هتلاقي في يناير ملعب واسع ملعب كبير ويناير ما عندكش حاجه خلي بالك، فهو يعني انت هتقعد ما تلعبش على استاد القاهره كالاهلي يعني عندك انت البطوله هترجع انت ترجع في فبراير بعد ايوه انا بقول لك في فبراير لكن هو الاستاد مقفول لغايه فبراير لغايه يناير بس اعتقد الرابط كاس الرابطه هتتلعب في التوقيت ده بتهيألي يعني تتلعب في التوقيت بس هتلعب بره استاد القاهره كمان يعني لو شهر واحد ممكن تتلعب هناك بتكلم على شهر واحد البطوله في شهر واحد تاخد شهر اثنين فبتعتقد ان انت ممكن تلعب كاس الرابطه في استاد القاهره يعني. لكن خلينا نقول شباب بلوزداد هو مباراه الصعود بالنسبه لك اوكي من وجهه نظري مفتاح تكسب بالظبط تكسب مباراه شباب بلوزداد يبقى عندك سبع نقاط ويبقى عندك لسه مباراتين على هتبقى مباراه واحده على ملعبك تاني يانج افريكان يبقى انت كده 10 نقاط يبقى انت كده مؤهل ان انت تبقى بشكل كبير يبقى انت صعدت من الجروب ستيج تلعب دور الثمانيه باذن الله تعالى ان شاء الله. فاعتقد الاهلي هيأدي فيها بشكل كويس كل ما ده خد بالك المدير الفني برضه بيقرا وبيحفظ افريقيا وبيشوف وبيتعرف على الفرق الافريقيه وبيرتب. يعني انت النهارده كولر في افريقيا ممكن يكون مختلف شويه عن الدوري العام في الوقت الحالي تمام. المباراه الاولى انت مقدم مباراه جيده جدا جدا من وجهه نظري 3-0 ومضيع 6-7 اجوان. المباراه الثانيه هو ككولر مقدم مباراه كويسه عامل شكل كويس عامل تكتيك كويس لعب بشكل جيد الاهلي تسيد المباراه بشكل كبير جدا سجلت انت الهدف الاول. فاعتقد ان هو افريقيا بالنسبه له هو قرا وش الجمهور كله الجمهور عارف ان الجمهور بيدور على الحته دي بيدور على البطوله دي بيدور على البطوله رقم 12 بيدور على الفروقات بيدور على الانجاز العالمي خلاص انت الانجاز المحلي انت مسيطر عليه وهتفضل مسيطر عليه 50 سنه جايه.
لكن انت بتدور، هو كمان بيدور زي ما احنا بندور كجمهور يعني على الاهلي فين من العالم، من رقم واحد على العالم، لان انت بتنافس ريال مدريد في البطولات القاريه، فبالتالي هو قاري الجمهور وعارف الحته دي، فهتلاقيه في ماتشات افريقيا مركز تركيز غير طبيعي باذن الله ان شاء الله يعني. طيب مباراه لمباراه لمباراه وبطوله بطوله لبطوله، يعني انت لعبت في الدوري، سافرت تاني يوم، رجعت كذا. اولا متى يستطيع المدرب ان او المدير الفني ان هو يضع خططه؟ خلال فتره يوم او يومين؟ ده اولا. ثانيا هل الاجهاد او هل من الممكن ان يصاب لاعب النادي الاهلي بالاجهاد خلال هذه الفتره؟ طبيعي طبيعي هتتصاب طول ما انت هنا في الـ في الـ في الـ 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 انت للاسف انت بتلعب كل سيزون مضغوط، وكل سيزون تقول السيزون اللي بعدين ان شاء الله الامور هتتظبط وتتحسن، وما بتتحسنش حاجه. فبتلعب ماتش، بتلعب بعد ثلاث ايام ماتش، ثلاث ايام ماتش ثاني، ثلاث ايام ماتش ثالث، تمام. فانت بتروح في حته غصب عنك انت كمدير فني، بتضطر غصب عنك انت، لان انت خد بالك اللغه اللي ما بين او الحوار اللي ما بين اللعيب والمدير الفني الجمهور مش ما يعرفوش يعني. ممكن يجي النهارده مثلا اليو ديانج يقول له انا بشتكي من اجهاد، تمام، او حاسس ان انا تعبان، فالمدير الفني فيقعدوا على ديك كتير، فتيجي انت تسال تقول له طب هو قاعد ليه؟ فما دي نقاط برضو خد بالك انت البعض مش يغفلها، ولكن بعيدة عن ده الحوار ده بعيد عن الجمهور. صحيح. انا النهارده ممكن النهارده امام عاشور يوم قعده احتياطي، فالناس تسال ده كان احسن واحد الماتش اللي فات او مش، بس اكيد في ظل توالي الماتشات وضغط المباريات ممكن الراجل هو امام نفسه يكون شايف انه مش قادر يلعب بنسبه 100%، فبالتالي الراجل ده واضح الماتش اللي فات تحديدا في كل في كل ماتش هتلاقي الكلام ده، هتلاقي واحد صح في كل ماتش هتلاقي الكلام ده. هو الراجل النهارده بيغير ست، هو الراجل مش عايز يكسب، عايز يكسب يعني، خلينا مقتنعين في حد في الدنيا مش عايز يكسب؟ لا. طيب الراجل بيغير 6-7، طب يا جماعه ما هو في اوقات كتيره بيبقى مضطر انه يعمل تغييرات، لان خلاص اللعيبه ماتش السبت، ماتش الثلاث تلعب السبت تاني، وبعدين ترجع تلعب مثلا الاربع، وبعدين تروح تلعب الحد، وبعدين تلعب الخميس. طب ما هو غصب عن المدير الفني هو برضه عايز يحافظ على اللعيبه، ومش عايز لان اصابه لعيب بلا قدر الله بغضروف يعني كبير هتقعده شهرين ثلاثه، فيفقد 7-8 ماتشات في افريقيا وفي الدوري العام المصري. فبالتالي اللغه اللي ما بين المدير الفني وما بين اللعيب لا يعلمها الجمهور، ولكن هنا الجمهور بيتساءل هل من حق المدير الفني يقول؟ ممكن يطلع حد يقول، يمكن المدير الفني يطلع يقول لك والله في جهد في اللعيبه، عشان برضه الناس تمام هتفضل عندها التساؤلات دي طول الوقت، لان انت خد بالك انت بتلعب النهارده التشكيل، فاي ناس بص اصل ما بيغيرش، اصل كل مباراه بيغير 6-7 لعيبه. في اوقات بتبقى غصب عنك، وخد بالك الراجل اشتغل السنة اللي فاتت في بطولات مضغوطة وخدها، هو كمل برضه في بطولات مضغوطة هتبقى وما زال خد بالك، وعندك نفس السكواد بتاعك، انت اضفت عليه لعيب او اتنين وهيكمل في نفس بنفس الطريقة، فهتبقى في لعيبة هتقع منك في الطريق، وده وضع طبيعي في كل الأندية اللي في العالم بتحصل كده، هيقع منك لعيبة في الطريق، فهتضطر انك تستبدلهم عشان لعيب يخش تاني وبقى فورمة، لعيب جديد هيحتاج وقت. وده برضه وضع طبيعي وأمر طبيعي في كرة القدم. عشان كده احنا دايما بنقول ايه، لما بتكسب يعني بتخش سنتين ثلاثة تكسب مع لعيبة نفس التيم بتبقى محتاج تغير، فالناس ما بتستحملش التغيير، الناس عايزة دايما انك بتكسب على طول، حتى لو جبت هات رونالدو يلعب في النادي الاهلي لازم يجيب جون في نفس التوقيت، تمام، ولازم يتأقلم في نفس التوقيت، الناس تحب كده. لكن هل الواقع في كرة القدم كده؟ لا، الواقع ممكن يكون بعيد عن كده شوية. طيب ما قلتليش برضو هل حالة الإجهاد من الممكن ان تؤثر على النادي الاهلي خلال الفترة هتأثر القادمة؟ هتأثر طبعا، ده وضع طبيعي جدا يعني. انت النهارده لما بتلعب كل 3-4 مباريات 3 ايام ماتش، فطبيعي جدا الحاله هيبقى عندك اجهاد بدني، وضع طبيعي جدا. لكن الفكره كلها في وسط الحاله دي ازاي المدير الفني يحافظ على الفرقه ببعض التغييرات، تمام، مش كتيره قوي، مش كتير ده اللي احنا بننتقده دايما، ببعض عشان كده بقول لك ببعض يعني تغييره 2-3 على الماكسيمم 3، وعلى حسب برضه الماتش يعني. في ماتش انت شايف ان هو مريح بالنسبه لك ممكن اغير 6-7 لعيبه، شايفه مريح زي مدياما اللي هنا في القاهره، المباراه بالنسبه لك شايف ان قريت التيم، فقريت التيم مش اقوى حاجه، فبالتالي انت عملت تعديلات وغيرت وكسبت المباراه وضيعت اهداف كتيره جدا. المباراه اللي بعديها لا انا هحافظ على التيم بتاعي الاساسي اللي بيلعب، فاهم قصدي؟ هي دي يعني التغييرات في الحدود اللي هي كده، انا الفرقه اللي قدامي اداها ازاي؟ الاداء البدني بتاعها، القوه البدنيه بتاعتها، الاداء التكتيكي بتاعها، المهارات الفرديه اللي عند اللعيبه، هل هو الفريق ممكن يبقى يعني الند بالند في المباراه ولا لا؟ المدير الفني عنده حسابات مختلفه في الحته دي، فبالتالي هو النهارده هيقرا والله الماتش اللي جاي بلوزداد لا هلعب فول تيم،
وممكن المباراه اللي بعديها اريح شويه من اللعيبه اللي موجوده عندي، يعني اللعيبه اللي بتلعب بشكل مستمر ممكن اريح 2 3 اغيرهم. اخيرا يا بلال، قلقان على النادي الاهلي؟ لان زي ما سالتك سؤال ناس كانت تقول لك ايه الثلاث اربع مباريات السابقه، يقول لك احنا قلقانين على النادي الاهلي لان انت اهدافك مختلفه عن اهداف الاخرين. انت هدفك انت تنظر، جمهور النادي الاهلي ينظر لكاس العالم، صحيح. هعمل ايه في كاس العالم؟ صحيح. انا عايز العب مانشستر سيتي، انا عايز اوصل للمباراه النهائيه، عايز اعدي الثالث. فهل انت قلقان على هذا الامر؟ شوف هقول لك على حاجه. بص الاهلي، الاهلي انا هفكرك من 3 سنين لما كانت لعيبه المنتخب موجوده في المنتخب ولعبنا احنا البطوله اللي كسبنا فيها وكنا بنلعب عدد كبير من الناشئين، الناشئين والفرقه الاحتياطي، وادينا وادينا كسبت كاس عالم رائع رائع جدا جدا جدا. فده خد بالك النظره دي، انت بتتكلم على النادي الاهلي، على السبيريت اللي موجود عند النادي الاهلي. السنه اللي فاتت في كاس العالم للانديه تعاملت مباراه قدام مدريد كانت رائعه جدا جدا، صح جدا رائعه جدا، وضيع ماشي وضيع واتخطفت في الاخر، اخر تلت ساعه اتخطفت المباراه. انت عارف ان انت هتتغلب اكيد، يعني الفروقات كبير، ولكن هل انت ما اديتش قدام مدريد بشكل جيد جدا؟ اديت قدام مدريد بشكل جيد جدا. بص احنا ما بنخافش على النادي الاهلي، تمام؟ الناس عندها طموح في الاهلي غير عادي، صحيح، يعني يفوق الافاق. احنا الناس بتشوف ان النادي الاهلي رقم واحد في العالم، مش بس في افريقيا، وده حق الناس، واحنا كمان بنشوف النادي الاهلي كده رقم واحد في العالم، ولكن برضو في قدرات وفي امكانيات وفي دوريات مختلفه وفي اجهاد زي ما انت بتقول، لكن احنا ما بنخافش على النادي الاهلي. النادي الاهلي يمتلك عدد كبير جدا من اللعيبه المميزين جدا. السنه دي هيبقى عندك فترات راحه كبيره جدا، يعني في بطوله كاس افريقيا، فبالتالي الراجل المدير الفني يعني العدد هيرجع. بس خلي بالك برضو، ما هو انت هنا لما هتيجي تبص وتنظر للحقيقه عشان اللعيبه هتروح، يعني انت معظم لعيبه الاهلي هتروح المنتخب، بس اللي هنا هيبقوا جاهزين، اللي هنا هيبقوا جاهزين، هيبقوا جاهزين. طبعا انا معاك، ودي هتبقى يعني هتقدر تعمل، لان بعد افريقيا خد بالك انت هتتزنق في الوقت جدا، فهتحتاج اللعيبه اللي موجوده هنا في مصر. فاعتقد الفترة دي هتبقى فترة مناسبة بالنسبة للمدير الفني انه يجهز اللعيبة اللي موجودة ان شاء الله، كله يبقى جاهز ان شاء الله خلال الفترة القادمة. انا بشكرك جدا يا بلال على هذه المعلومات الرائعة الحقيقة، والكلام الواضح والصريح اللي يصل دائما الى قلوب كل جماهير الاهلي. انا بشكرك شكرا جزيلا على وجودك معانا. اشكرك يا اسلام، شكرا، انا المتشكر بيك. شكرا جزيلا. هطلع فاصل، وبعد هذا الفاصل كريم سعيد واحمد ثابت في ضيافة البيت الكبير.